بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. قديما قالوا الكذب ملوش رجلين، ولكن يا أخي الغريبة دلوقتي أصبح الكذب مثل الأخطبوط له 100 ذراع ورجل يلتف بها على الحقيقة ويعتصر بها العقول. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين ولقاء الخميس من برنامجكم الأهلي في رمضان. أمسية نتمنى إن شاء الله أن أنتم تستمتعوا بيها، خاصة أنه زي ما أنتم شايفين الاستهلالية الجامدة قوي المهندس عدلي خدها على وش رجله في الثمانيات. أنا بس عايز أقول لك حاجة خطرت على بالي وأنا بتفرج على الدراما وبتفرج على الإعلام والميديا والسوشيال ميديا. اكتشفت أن إحنا بارعين في صناعة الكذب وبنمهد له. يعني أنت لما تتفرج على مسلسل فتلاقي البطل اللي انت بتحبه او البطل اللي انت بتحبها طول المسلسل بتحلف كذب. انت متخيل المتلقي او الطفل او الطفله او البنت او الولد اللي قاعدين بيحبوا البطل ده عجبهم هذا المنطق وبيستخدموه في حياتهم. صحيح. ايه اللي في ايدك ده؟ مفيش حاجه والله، وهو مخبي حاجه في ايده. واخسر ديني وحلف حلفان بالله يا اخي ولا بيهمهم، وحلفان وهعمل واسوي واذبح، وهو مش هيعمل حاجه، وهو بيكذب في مشهد بيصدر للمتلقي انه كذاب ولكن يقسم ويحلف. واصبحت السوشيال ميديا وبعض الاعلاميين بيصدروا مشهد الكذب وكانه الحقيقه واستحوذوا بها على عقول قطع كبير من الناس. يعني حاجة، والحمد لله والله العظيم على رأي المثل الصيني يأتيك النهر بجثة عدوك، عدوك اللي هو الكذب. صحيح. يعني المنطق الكذاب تبص تلاقي الأيام بتكشفه. أيوة. بلسان صانعيه. عشان كده واضح إن الكلام له صلة ولو علاقة بمضمون. حلوة الصلة دي. بمضمون لقائنا مع حضراتكم النهاردة في الأهلي في رمضان.